جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله ألف ألف من المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان صوت الإمام ضعيفا في الصلاة فهل يسن أن يقوم أحد الأشخاص أو المأمومين بتبليغ الصوت؟ نعم، إذا احتاج إلى تبليغ تكبير لأن صوت الإمام لا يبلغ الصفوف المؤخرة، إذا كان يصلي خلفه صفوف كثيرة وليس هناك مكبر صوت، فإنه يشرع اتخاذ المبلغ للحاجة إلى ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما خرج إلى الصحابة وهم يصلون الفجر جلس عن يسار أبي بكر وهو يصلي بهم، بدأ بهم الصلاة، جلس مجلس الإمام عن يسار أبي بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الركوع والسجود، ويكبر أبو بكر يبلغ الناس، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف، فصار أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكبر بتكبيره، والصحابة يقتدون بأبي بكر لأنه مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دل على أنه إذا احتاج إلى التبليغ في الصلاة كثرة الصفوف ولعدم سماع المتأخرين من الصفوف بصوت الإمام أن هذا مشروع.